السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. رجعنا لكم بمحاضرة جديدة في موضوع جديد، وهو موضوع الساعة هذه الأيام، اللي هو موضوع الـ All Ceramic Restoration. أول ما نتكلم على موضوع الـ All Ceramic Restoration، نشين نعرف يعني من متى جاءت هذه التركيبات الـ All Ceramic، اللي هي بالعربي نقول عليها تركيبات الخزف الصافي. مع الأسف الشديد في ناس معتقدة أنه هذا الـ All Ceramic Restoration أو تركيبات الخزف الصافي إنها موجودة يعني لسه من القرن 21. لا، هي بالعكس، هي موجودة من عام 1889 عن طريق العالم اللي قدامكم الآن اللي اسمه لاند. هذا العالم لاند في عام 1889 قام اخترع نوع من نوع التركيبات الخزف الصافي، اللي هي ما فيش فيها أي معدن داخل التركيبة. أنا قصدي أي معدن، اللي هي التركيبات المعدنية مع الخزف اللي متواجدة حاليا بشكل شائع. هذه التركيبات الخزف الصافي اللي سواها كان مسويها العالم لاند as a single crown، وسماها single jacket crown. لماذا سماها jacket crown؟ أغلب الكتب يعني ذكرت أنه سماها jacket crown لأنه كان يجي عنده سن مكسور، عنده missing tooth structure يعني سنة موجودة تمام، بس عندها missing tooth structure، قد يكون incisors، قد يكون ميزي distal. فكان يعمل التحضير المعين اللي احنا نعرفه، وكان يسوي لها ريستور لهذه الميسنج بارت، او ريستور للسن كله عن طريق تغطية او تلبيس هذا السن كله المكسر عن طريق كراون صناعي. فمن هنا جاءت كلمة جاكيت كراون او تغطية هذا السن المكسور. بس هذا طبعا العلم، فاذا هي لها فترة طويلة، بس مع الاسف الشديد ما تستخدم الجاكيت كراون من اسمها كراونز الا في حالة الاسنان او في تحتها ابارتمنت، ما كانتش تنفع از بريدج لسبب بسيط. السبب هو انه كانت التركيبات ذاك الايام لو كان نوع يسويها بريدج كان ممكن يحصل لها تكسر لضعف الماتيريالز في ذاك الاوقات، كان ممكن يحصل لها كسر او فراكتشر في الكونكترز اريا فيما لو نوع خلاها از بريدج. لكن از كراونز كان يستخدمها في الانتيريور تيث، وكان مع هذا كله كان يحصل له فشل. وبالتالي الناس في عام 1959 جاء عالم ابراهام لوينستونز في عام 1959 وقال طيب يا جماعه لو جالك مريض وعنده ميسنج تيث، مش ميسنج توث ستراكشر، ميسنج تيث يعني عندي سنه مخلوعه، ما هو الحل؟ فقام اخترع حاجه اللي هي بريدج او فيكس بارشل دينشرز، اللي هو البريدج اللي قدامكم. هذا البريدج عمل له يعني سمعه كويسه، وكان عنده جود بروجنوسيس، كان عنده يبقى في فم المريض في فتره طويله. وكانت صناعة هذا الـ PFM أو البورسلين فيوستوميتر زي ما أنتم شايفين هنا، وهو ما متعارف عليه حاليا، يعني عبارة عن معدن مغطى بخزف. يعني بيقول جاء العالم من 60 سنة تقريبا يعني بدون بريدج إلى أن جاء هذا البريدج اللي عمل لك أو البورسلين فيوستوميتر. طيب واحد يقول يعني ما كانش فيه جسور؟ لا، كان فيه جسور يعني قبل هذا في الوقت. كان فيه جسور معدنية يعني كانت قديمة اللي هي فول ميتر. طيب نجي نتكلم عن البورسلين فيوستوميتر، يعني هي حلت مشكلة قوية وكان عندها جود بروجنوسيس، فهل صنعت من معدن مع خزف بأي طريقة؟ صنعت كان الفني زي ما احنا متعارف عليها الحين، بيعملها من ميتال كوبينج أو من جزء أولي معدني، بعدين بيقوم يغطيها الفني بالجزء الخزفي. طيب أوكي، ليش عن معدن مغطى بخزف؟ علشان الشكل الجمالي. الشكل الجمالي كان يحاكي الأسنان المجاورة متى ما تم تغطيتها بالخزف في تركيبات الـ PFM أو Porcelain Fustimeter. بس إيش المشاكل اللي حصلت معنا؟ حصلت معنا مشاكل في الـ Porcelain Fustimeter PFM التالي. المشكلتين الأساسيتين اللي متمحور عليها مشاكل الـ PFM هي مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة الأستيتيك. والأستيتيك هنا هل قصدك يا دكتور بس اللون؟ لا، اللون او الشفافيه ترانزلوسنسي او اللو ترانزلوسنس، او كمان في عندك مشكله الميتال كولر اللي هو الخط المعدني الاسود اللي بيظهر هنا في التركيبه. بينما لو جي قارنا بالخزف الصافي، الخزف الصافي طبعا بيكون شفافيته حلوه زي ما انتم شايفين هنا، والخط المعدني ما هو مش باين. واحد يقول يا دكتور ليش في عندي ان اكسبتبل استيتيك في هذه تركيبه البي اف ام؟ دائما نذكر انه الضوء لما بيدخل او بيلامس سطح اي شيء او سطح السن، خلينا بشكل خاص في السن الطبيعي اللي في الصوره اللي على اليمين، بيعمل بنتريشنز، بيخترق ويعمل ترانزميت
الانموز والدنتين بعدين يعملوا سكاترينج. يعني لو افترضنا بيدخل 2-3 ملي بعدها بيحصل له انكسار. بينما في التركيبات الخزف مع المعدن فبيكون اللون مختلف. زي ما انتم شايفين ليش اللون هنا اختلف عن السن الطبيعي؟ لانه بدل ما دخل هنا في الضوء في السن الطبيعي 3 ملي مثلا او 4 ملي قبل ما يحصل له انكسار، هنا ممكن ما عداش 1 ملي. 1 ملي يلا بالكثير عداها الضوء للخزف وبعدين انكسر عندك بشكل سريع وبسيط، مما ادى الى اختلاف اللون ما بين الطبيعي والتلبيسه. لا ننسى ان تعريف اللون هو عباره عن فينومينا اوف لايت، اللون عباره عن ظاهره من ظواهر الضوء. فاذا الضوء لم يخترق بشكل متساوي ما بين هذا السن وهذا السن بيكون عندي اختلاف في اللون. طيب واحد يقول لي والخزف الصافي ليش بيكون عندي تشابه او تناظر قريب؟ لانه في الخزف الصافي بيخترق الضوء التركيبي الخزفيه ويصل الى الانسجه السن اللي هي الدنتين، فيكون مقارب ومحاكي للسن المجاور. لكن في الخزف في المعدن عندي شفافيه اقل. لماذا؟ inability to transmit light. هل مشكله الاستك بس هي بسبب الاستك بسبب هذه واللون حق التركيبه والميتال كولر؟ لا، في معنا مشكله ثانيه. المشكله الثانيه بيعانوا منها الناس اللي هو الالرجيك رياكشنز في بعض المرضى، ولو انها نسبه بسيطه جدا. لكن لا ننسى ان تركيبات الخزف مع المعدن بكل المعدن فيه بشويه معادن شوائب. هذا المعدن الشوائب اشهرها واسواها هو معدن النيكل. النيكل الموجود في المعدن اللي هو بيغطي فيما بعد الخزف في تركيبه البي اف ام، بيكون في هذا المعدن النيكل بيعمل لبعض الناس الرجيك رياكشن. وعلشان كذا تشوف في بعض العيادات لما يجي لك تركيبه خزف مع معدن يقول لك صاحب المعمل يا دكتور تشتي تركيبه خزف مع معدن، المعدن يكون بدون نيكل ولا تشتي خزف مع معدن، المعدن مع النيكل. طبعا بيختلف في السعر او بيختلف في يعني التكلفه مع المعمل. طيب هذه مشكلتين العلماء وبقوه حاولوا يحلوها. من تريلز عدة محاولات عشان تو اوفركم ذيس اسيديك بروبلمز، وهي المشكلة الجمالية الأساسية. المشكلة الأساسية أنا إيش قلت؟ في معي مشكلة أنه هو بيظهر عندي خط معدني الميتال كولر، وفي عندي مشكلة الشفافية. خلونا في أول حاجة في الخط المعدني. الخط المعدني العلماء قالوا طيب يعني ما دام عندك بيظهر خط معدني ليش ما نخبي هذا الخط المعدني جوا اللثة؟ وحيكون تغطية المعدن جوا اللثة هذا بعد ما يكون الدكتور قد سوى تحضير السابجنجافض. يعني متى ما سوى الدكتور زي ما انتم شايفين في الحالة اللي هنا خزف فاتح، خزف غامق مثل سيراميك، وكان الفني متمكن في هذه الحالات، قام الدكتور هنا عمل السابجنجافض بحيث لو ظهر المعدن هيكون مخبى تحت اللثة. إذا ما هي المحاولات؟ placing the margin subgingival. حاول يا دكتور تخلي تحضيرك تحت اللثة بحيث الفني لما يجيب لك التركيبة يكون المعدن هذا داخل تحت اللثة. طيب في محاولة أخرى أوكي. في معهم مشاكل كمان الشكل الجمالي اللي احنا قلنا أنه هو غير الخط المعدني، في معهم مشكلة الشفافية. وإحنا قلنا الشفافية معتمدة على كم من الضوء اخترق الخزف. طيب لو احنا نرجع شوي لورا ونعد نتذكر المحاضرات السابقة عن طبقات الخزف في تركيبة الخزف مع المعدن، كم معنا طبقات؟ 4 طبقات اللي انتم شايفها قدامكم، اللي بيكون معك اوباك ومعك بادي بورسلين ومعك الانموز. انتم شوفوا هذا المعدن بيكون معك الاوباك اللي الطبقه الاولى العجينيه، وبعدين بيكون معك البادي او الدنتين، بعدين الانموز، بعدين بيجي عندك الطبقه الاخيره اللي هي الجليز. علشان يكون عندك نفاذيه للضوء وبالتالي محاكاه للسنه هذه اللي هي تلبسه مع سن المجاور اللي هي طبيعيه، لازم يكون عندك طبقات خزف اكثر علشان يكون يخترق الضوء بشكل اوسع واكثر واعمق. متى ما كان عندي عمق في الخزف او سماكه في الخزف بيكون عندك شكل جمالي الى حد كبير مقبول ومحاكي للسن المجاور. طيب يا دكتور منين حيجيب هذا الخزف؟ منين حيجيب هذه السماكات؟ مع الاسف الشديد هذه مش حيقدر يسويها الفني الا اذا الدكتور سوى ادوكيت اماونت اوف ذا توث ستراكشر تو بي ريموفد. لازم هو يشيل من السن يحضر اقل شيء 2 ملي. وبعض الفنيين يطلبون الدكاترة عشان الدكتور يجيب للمريض شفافية عالية يدخل 2.5. مع الأسف الشديد in this case you are not conservative. إذا علشان يكون عندك محاولاتهم علشان يكون دي شكل جمالي أحضر زيادة عن اللزوم، عشان يكون عندك السيراميك ماتيريالز طبقاتها أكثر علشان هذا كله
علشان أعمل ماسكينج أو تغطية لطبقة المعدن السيئة اللي هي عاملة لي مشاكل. وركزوا على كلمة معدن هنا. المعدن ما هوش المعدن اللي بتشوفه وقت البروفة. المعدن اللي بيسويه الفني بعد ما يرجعه بعد ما ترجع أنت للفني عشان يسوي طبقات الخزف. الفني بيسوي خطوات اللي يسمى ترميل أو تخشين المعدن، وبعد مع الأسف بيعمل أكسدة تعقيم للمعدن. فالأكسدة هذه مع الأسف بترجع المعدن شوية لونه غامق. فأنت يعني التحدي إنه كيف أعمل طبقة خزف تضيع هذا الطبق المعدني اللي قد كمان سودت أو ما نقول سودت أغمقت أكثر من أول. إذن بيعمل الفني طبقات الأربعة اللي يبدأ بأول واحد الأوبك سيراميك. هذا الأوبك سيراميك عبارة عن عجينة بيسويها الفني بيحطها أول طبقة فوق المعدن علشان لها عدة فوائد، أهمها إنه بيبدأ اللون فيه. وثاني سبب إنه هو العجينة أو هي الماتيريالز اللي تربط لك ما بين طبقات الخزف اللي وراها اللي هي هتجي وراها الدنتين. الدنتين مستحيل يمسك في المعدن، لازم يكون في تحته طبقة عجينية اللي احنا سميناها ايش الأوباك. فلازم هذا الأوباك يمسك لك ما بين المعدن ويمسك لك يعني بوند بتوين ذا ميترز اند ذا دنتين. طبعا انا قدمت محاضرة مفصلة في 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 محاضرة ميتال سيراميك كراونز عن ما هي الطبقات. طيب اذا هذا الاوباك بتحطه ويجي وراها طبقات الجلاس سيراميك اللي هي الدنتين والانماز وراها الجليز. فلازم الدكتور يحضر زياده عن اللزوم علشان يعمل حساب هذه الطبقات. ما لم لو الدكتور حضر تحضير خفيف واحد ونص مثلا او حتى واحد وطلب من الفني يعمل لك الطبقات هذه كلها، حتكون التركيبه مع الاسف عندها اوفر كونتورنج، حتكون التركيبه بارزه لانه انت بتعمل واحد تحضير والفني يعمل لك مثلا واحد ونص، فحتكون عندك هذه النص الزيادة تكون مترجمة على هيئة تلبيسة منفوخة شوية من ناحية الليبيا. هذه المحاولة الثانية، ذا الشيء من السن زيادة عشان الشفافية. المحاولة الثالثة، العلماء قالوا طيب في عندكم مشكلة في الميتال كولرز، خلوه زي ما انتم شايفين هنا في اللينجول الميتال، لكن في البكل أو في الليبيل هنعمل حاجة ثانية اللي هي التالي. ولو أن فيها تعرض مع عدة أطباء عدة مدارس في طب الأسنان ترفض هذه الفكرة اللي هي ما هي اللي هي بيقول لك لما تحط المعدن القاعدة المعدنية أو الميتال سبستراكشرز وتحط فوق الخزف، خلي المعدن أكثر من الخزف شوية، المعدن أقصر من الخزف مور شورت، بحيث أنه هذا المعدن بتشوفه قدامك ما يغطيش الفينيشنج لاين. اللي بيلامس الفينيشنج لاين هو الخزف، إذا الخزف أطول من المعدن، الخزف اللي بيلامس الفينيشنج لاين، المعدن ما بيلامس الفينيشنج لاين، بالعكس بيكون أقصر من الفينيشنج لاين، ما بيوصلش بمقدار واحد ملي. بس من أي ناحية العلماء اللي هم أصحاب هذه الفكرة قالوا من ناحية البكال سيرفيس عشان يكون هذا كله خزف فقط، فحتى لو ظهرت اللثة مش حيظهر معك إلا الخزف. ويسموا هذا الخزف الزائد اللي هو واحد ملي زيادة يسموه شولدر سيراميك أو شولدر بورسلين. لكن في ناس معترضة على هذا الشيء. لماذا اعترضوا؟ سبب بسيط، يقول لك اول شيء مش حتستخدمه في البوستيرير، حتستخدمه في الانتيرير، لان البوستيرير لو حطيته في الاسنان البوستيرير ممكن هذا الواحد ملي يكتسر، لانه هو زي الاوبرتيف. لما يقول لك في الاوبرتيف يقول لك انا عندي انيمالز ان سبورتد باي دنتين، يعني انيمال مش مدعوم بدنتين ممكن الانيمالز هذا يتكسر، وانا عندي هنا خزف في التركيبات اذا مش مدعوم باي معدن ممكن يتكسر معايا، فقال لك في البوستيرير ممنوع. طيب وانتيرير احطها براحتي؟ لا، كمان حتى لو حطيته في الانتيريور يقول لك ما تزوجش عن واحد مني، ويكون عندك ما يكونش عندك هاي ستريس في البيشنت، تختار بيشنت سلكشن اوف ذا بيشنت يكون ممتاز. ومع هذا كله يقول لك الفينشنج لاين يكون واضح وما بيش في رفنس، يعني هذه الاشياء كلها اذا يعني ما نحبذهاش احنا كثير. طيب لا يزال في مشكله الجمال. قال وين الجمال؟ هل نقدر في عندنا الشفافيه عندنا بيخترق الخزف واحد واحد ونص ويلقى قدامه المعدن اللي هو بيس اللي هو فضي اللي تأكسد؟ قالوا له نخليه معدن نوبل ذهبي بهذا الشكل. اهو من مره واحد يجي يقول لك المعدن ما بيعملكش تحسس مع الاسنان، معدن خامل، ومن ناحيه يكون شكل التركيبه حتى لو وصل الضوء الى الذهب بينعكس بيدق الضوء بالذهب بعد ما يخترق واحد واحد ونص بيدق في الذهب بيكون عندي انعكاس جميل اللي هو لون ذهب. بس وين المشكلة اللي بقيت مع الأطباء؟ المشكلة أنه البوند اللي هو الأوباك اللي بيربط لك ما بين الخزف والمعدن متى ما كان المعدن ذهب، بيكون البوند ما بيقدر يمسك في المعدن بشكل كويس، لأنه معدن نبيل. المعدن النبيل ما يقدر يعني يتكيف مع العجينة. ف
فبيكون عندك البوند is not strong enough، ما بيكونش عندك الارتباط قوي ما بين الأوباك والخزف من ناحية والمعدن من ناحية الأخرى، فممكن يحصل لك مع المريض أن الخزف هذا طبقات الخزف كلها تنفك ويبقى المعدن في فم المريض. هذا كله زعل العلماء وقالوا خلاص، يعني بقيوا من عام 59 إلى يمكن 10 سنوات محبطين، قالوا لازم حنرجع مرة ثانية للخزف الصافي زي ما كنا زمان، بس حنعمل إيش؟ خزف صافي بنيو ماتيريالز نيو فابريكيشنز عن ما هو صمم في الجاكيت كراون مع العالم لاند عام 1889. خلونا نعدل فيه، خلونا نصلحه. بس قبل ما ننتقل على الخزف الصافي ما مميزاته، بس احنا لازم نتاكد انه يعني على هذا التعريف، انه الخزف الصافي كل طبقات الخزف كل التركيبه بتكون فيها كومبليتلي مصنوعه من سيراميك، ما فيش عندي اي معدن. وهذه مقارنه سريعه او صوره سريعه ما بين الخزف الصافي والخزف المعدن. لاحظوا كيف الشكل الجمالي بيكون مبهر وشفاف جدا. خلونا ندخل في التفاصيل اكثر. اذا قارنت الترادشنال ميتال سيراميك، اذا قارنت ما بين الخزف مع المعدن، المودرن او سيراميك ما هي حق البنفيت، ما هي فوائده، ما هي ايجابياته؟ اكيد بكل شك بدون اي شك الميزه الاولى الاستاتيك. نلاحظ هذا بريمولرز اللي هو الابر فور، هتلاحظوا الشفافيه مش حلوه، الميتال كولرز ظاهر، لكن الخزف الصافي بيكون شفافيته اعلى وبيكون علاقته حتى مع اللثه ما فيش عندي اي ميتال كولرز. اذا ما بحد انه ميتال كور، وبالتالي حيكون عندي نوك بلاك لاين وبالتالي شفافيه عاليه. هذا رقم واحد. الشفافية هنتكلم عليها مرة أخرى، شوفوا الخزف مع المعدن كيف عمل الشفافية، لأنه هنا الدكتور أكيد حيكون عندك اللايت حيعمله ترانسميت، الضوء حيخترق بشكل بسيط وبالتالي اللون يكون مش حلو، لكن هنا الخزف الصافي اخترق الضوء بشكل أوسع وأعمق فجاب لك نفس الناتشورال تيث ابيرنس من ناحية اللون والشفافية. وقلنا مرة ثانية الكالرز هو تعريفه في كل الكتب العلمية it is a phenomena of light، هو عبارة عن ظاهرة من ظواهر الضوء، فكيف إذا الضوء ما اخترق هنا وهنا اخترق. الميزة الثانية في الاستاتيك كمان، شوفوا هذا طبعا الشكل الجمالي كيف بيكون. الميزة الثانية في الخزف الصافي زي ما قلنا الشكل الجمالي، في معك البايو كومباتيبلتي التوافق البيولوجي. هذه الصورة مأخوذة من أحد الكتب، شوفوا كيف الميتال سيراميك عامل لك مشاكل بالذات متى ما كان الشخص عنده باد أورال هايجين، بيتجمع عنده الأكل. التركيبة الخزف مع المعدن، المعدن مشكلته انه بيعمل لك شويه الرجي للسن. المعدن هذا ممكن يعمل لك زياده في التوصيل الحراري، هنا ما فيش توصيل حراري لانه هو خزف صافي. المعدن هذا نفسه هو اساسا زي ما قلنا بيعمل له ايش؟ بادة النيك بتعمل لك اريتيشن. اذا هذه مشاكل المعدن كلها. واحد يقول لي طيب كيف يا دكتور، انا رقم اثنين ما فهمتها، ايش قصدك بالتمبرتشر سنسيتيفيتي ديو تو لو ثيرمال كونتاكتيفيتي؟ متى ما وجد المعدن ولو انه مخبى ولو انه ضعيف ولو انه بعيد موجود في السيرفايكل باس، ممكن هذا المعدن هذا ايش يسوي؟ ممكن يعمل لك توصيل حراري ياثر فيه على اللثه، واللثه هذا مع المدى الطويل تتاثر بالحراره، الحراره هذه بسبب التوصيل الحراري اللي ظهر اللي وجد في المعدن واخزن فيه، ممكن يعمل لك ايش؟ اريتيشن وسنسيتيفيتي للثه وللسن. بينما لو كان خزف صافي، الخزف الصافي التوصيل الحراري بيكون اقل. واحد يقول لي كيف يعني؟ ما احنا لو انا اخذت كوبايه معدنيه وكوبايه حراريه وكوبايه زجاجيه، من اللي حيوصل الحراره؟ المعدن. اذا توصيل المعدن بيعمل لك تاثير سلبي على اللثه، شوفوا كيف؟ طبعا هذه ما هو سببها كلها التركيبه، بالاضافه انه الشخص هو باد اورال هايجين، بس الخزف الصافي هو زجاج ما بيوصلش حراره، ما بيعمل لكش اي تحسس، ما فيش في عندك اني ماتيريالز زي النيكل او خلافه تعمل لك ايش؟ الرجيك ريأكشن او توكسيك افكت. طيب هل معدن الخزف الصافي خالي من العيوب؟ اكيد لا، ما فيش ماتيريالز في طب الاسنان خالي من العيوب. ولو انه الان العلم بيتطور في العيوب هذه، بس حنتكلم عليها اجمالا. مع الاسف الشديد المعدن احنا ذكرنا في ثاني سلايد انه لما وجد خلى للتركيبه جود بروجنوسيس، بقت تبقى في فم المريض اطول وبقيت عندها سترينث. لانه المعدن هذا متى ما ظهر وجي طبقه الخزف فوقه بيخلي للخزف هذا قوه. طيب انا لو استعملت تركيبه كلها خزفيه، التركيبه الخزفيه علشان يكون عندها قوه يضطر الدكتور انه يعمل ثخانه عاليه لا تقل عن 2 ملي. اذا رقم واحد انكريز الموفر اوف ساوند تو ستراكشر، لازم انا احضر تحضير كبير مش كذا وبس،
بعد ما احضر لازم اخلي حقي اللاين انجلز اللي باشر عليها بيز اللاين انجلز مع الانسايزرز ديست اللاين انجلز مع الانسايزرز لازم تكون راوندد. طبعا هذا حتى في الميتال سيراميك, بس في الميتال سيراميك عادي يعني ها تتعدى شويه لانه مش ممكن تكسر معك التركيبه الخزف مع المعدن, لانه المعدن مهما كان هو بيحمي اللي بيلامس. لو انا مثلا سويتها حاده في تركيبه الخزف مع المعدن, من اللي بيجي على الجانب الحاد هذا؟ لو انا سويتها زاويه 90 بيكون مستند عليها المعدن وبعدين الخزف. لكن في الخزف الصافي كله خزف كله زجاج بيستند عليها, فبيحصل لك ستريس على التركيبه وتكتسر. اذا حضر زياده عشان ما تنكسرش الماتيريالز. تحضيرك يكون عندك الانترنال لاين انجلز, هذه الزوايا كلها سواء انتيرير سواء بوستيرير بتكون عندك لاين انجلز بتكون شود بي راوندد. واحد يقول لي ليش راوندد؟ مره اخيره اقول انا لو واحد راح لو في واحد مننا راح محل زجاج ويجي يحط اللوحه زجاج فوق ترابيزه, هذا اللوحه زجاج لو حطه فوق ترابيزه لو الترابيزه فيها نتوءات او زوائد ممكن الزجاج هذا ينكسر في هذه النتوء اللي في الترابيزه. اذا الترابيزه هذه للشخص اللي بيبيع زجاج لازم تكون سموث عشان يكون توزيع متساوي للزجاج اللوحه الزجاجي فوق الترابيزه. انا لازم يكون عندي توزيع متساوي, انا لازم يكون عندي ما فيش عندي اي نتوءات علشان ما يتكسرش عندي او يحصل لي كراكس في الخزف. لكن لحسن حظنا انه هذا التحضير الزياده بدا يقل ريسنتلي, لانه عندنا بدا التطوير في ميكانيكال بروبرتيز للماتيريالز, ما عاد في داعي في الوقت الحاضر تو ساكريفايس انك تحضر زياده عن اللزوم في السن, لانه عندي السن او التلبيه او الخزف الصافي بالذات الزركون والالومنيوم, زركونيوم والومنيا ماتيريالز قويه ممكن تعوض عن الخزف ضعف الخزف اللي كان موجود سابقا. اذا هذا هو العيب ولو انه بدوا يحلوه. العيب الثاني انه هو مع الاسف الشديد لو نعمل مقارنه بين الخزف الصافي والخزف مع المعدن, طبعا بالذات كان زمان يعملوا تحضير زياده والفينشنج لاين بيفضل يكون عندي ساكريفايز ويكون نوعه شولدر, بينما هنا بيكون عندي شنفر وخفيف. مع الاسف الشديد المارجنال انتجريتي تكامل التلبيسه او مارجنز اوف ذا ريستريشنز حواف التلبيسه مع الفينشنج لاين ما بتكونش مطابقة 100% في هذا الخزف الصافي, بينما في الخزف مع المعدن جزئية المعدن بيكون عندها إلى حد ما مرونة شوية بحيث إني تتكيف مع الفينشنج لاين بشكل أكثر, بينما هنا المارجن أوف ذا ريستريشن متى ما كانت كلها زجاج طبعا حتكون توافقها أو تختيمها أو السيلينج بيكون عندي هنا بيكون شوية ضعيف. وبالتالي العلماء قالوا خلاص حنحاول نحل المشكلة هذه, وكيف حلوها؟ أنتم عارفين كيف حلوها في الخزف الصافي. قاموا يحطوا يقول لك السمنت عندي يكون هنا ريزن سمنت. ريزن سمنت بيكون عجينه حلوه قويه ما تذوبش مع الصليبه تقريبا, بحيث انه لو بقي عندنا فراغ بسيط هنا بيحط الريزن سمنت اللي فلوبل كومبوزيت وحط التلبيسه فوقها وصلبها. هو كان مشكله عندهم اذا ثبتها بجلس اي نمبر, لو افترضنا جلس اي نمبر ممكن يحصل له سيليبوليتي ذوبانيه ويبقى عندك فراغ فالتلبيسه تكون عندها هنا فراغ بسيط فتنكسر. يعني انا عندي الانتجريتي عندي ما هوش كويس. طيب المشكله الثالثه والاخيره في الخزف الصافي اللي هي تايم كونسيومينج, لانه يعني للامانه يعني من اول ما سوى اول تكنيك هنتكلم عنه بعد المحاضره الجايه ان شاء الله, من اول تكنيك سواه العالم لاند اللي هو السنتريك تكنيك او حتى التكنيك الحديث حق الكات كام, صح انهم سهلوا الكات كام سهلوا عمليه الكمبيوتر في عمليه نحت الاسنان, لكن يظل عملية تصلب الخزف يحتاج وقت طويل طويل ومكلف. إذا هي time consuming ونumerous step involved. طيب في الأخير نتكلم في آخر المحاضرة هذه على classifications of the old ceramic restoration. في معنا تصنيفين أساسيين, في معنا تصنيف الخزف الصافي على حسب الماتيريالز, وفي معنا تصنيف الخزف الصافي على حسب التكنيك. خلونا أول شيء في التصنيف الخزف الصافي على حسب الماتيريالز. أول حاجة الخزف الصافي إذا قسمناه على حسب الماتيريالز في معنا ثلاثة عوائل كبيرة للماتيريالز الداخلة في صناعة الخزف الصافي. الماتيريالز الأولى اللي هي جلاس سيراميك بين قوسين استك سيراميك, وهذه حقها القوالب أو يسموها البلوكات أو الإنجوتس. هذه تجي جاهزة طبعا, يجي بس الجهاز ينحتها, بتكون نسبة الزجاج فيها الجلاس سيراميك أكيد من اسمها بتكون نسبة الزجاج هي النسبة الأعلى أكثر من 50%, تقريبا 55% او اكثر مكونات الخزف هذه ايش؟ زجاج او سيليكا. بينما النسبه الاخرى بتكون من مواد اخرى
علشان تجيب لها شوية strength، لكن مع الأسف بيكون الضعف عندها بيكون وارد. وبالتالي فين بيستخدموها؟ بيستخدموها في الهايلي أستاتيك أريا، بيكون عندها شفافية جدا جدا عالية وجميلة جدا، بالذات في الفينير. المادة العلمية المستخدمة في الجلاس سيراميك هي الليوسايت باس سيراميك، اللي هي الليوسايت يسموها، يعني إذا ذكر الخزف الزجاجي دائما يذكر كلمة الفلسباثيك سيراميك. الفلسباثيك سيراميك هو أنقى وأجمل أنواع الخزف، وهي بتكون مصنوعة من زجاج. يعني بعض الأطباء يحطوا طبقة أخيرة في تركيباتهم علشان يعكس شكل جمالي، يعكس كأنها إنيمالز طبيعي. إذا تجي بلوكات وبتكون مصنوعة، الاسم الآخر مثلا من أهم أمثلة هذا الخزف هي اللي هو يسموه في السوق الإمبريس. بصراحة يعني هذا الإمبريس الآن ما عادش موجود بشكل كبير لافتقاره وللقوة، على حساب الجمال. النوع الثاني من الماتيريالز اللي هو جدا مشهور وعامل ضجة عالمية، وهتكلم عنه في المحاضرة الجاية بشكل أوسع، اللي يسموه عالة الستركشر السيراميك. نسبة الزجاج هنا بدأت تقل، وبدأوا يزودوا هنا مواد أخرى قوية علشان يكون عندك استخدام لهذه النوع من الخزف في الأمام، في الأنتيرير، في الأستاتيك. وبدأوا شوية يدخلوا في البوستيرير بس with limited stress، يعني دخلوا شوية فين؟ في البريمولرز. المادة العلمية لو كنا ذكرنا في الجلاس سيراميك اللي هي بتكون فيلسباثيك أو الديوسايد باست فيلسباثيك، في الستركشر سيراميك بتكون المادة العلمية اسمها ليثيوم داي سيليكيت. هذا الليثيوم داي سيليكيت بتكون من أمثلتها طبعا هذه البلوكة اللي هي مشهورة وأكثركم قد سمع فيها، الإيماكس. يقول لك الفني تعمل خزف إيماكس ولا إمبريس. الإمبريس معناها ضعيف، إيماكس بيكون عندك أمام وخلف، لكن ركزوا على الصورة. هل الدكتور استخدمها as a bridge؟ لا. واحد يقول لي طيب إذا استخدمها يا دكتور مولرز، يستخدمها مولرز بس with limited stress، يعني يخاف منها الدكتور مهما كان يتنكسر معها. طيب لو ايش تعمل يا دكتور بريدج؟ لو ايش تعمل posterior teeth وانا مرتاح؟ ما نوع الماتيريالز بالخزف الصافي؟ حتكون عندك الأوكسايد سيراميك. الأوكسايد سيراميك هل استخدموا الزجاج فيها؟ أكيد مش حيستخدموا الزجاج، لأنهم عرفوا أنه هو هذا الزجاج هو المسؤول عن ضعف الخزف. فاستخدموا مواد أخرى اللي هي الزركونيوم أو الألمونيا، اللي هو بيكون الزركونيوم اللي هو الزركونيوم أوكسايد اللي هو من مشتقات الألماس. فبقي عندك نو جلاس و99.9 دنس اللي هو مركز الخزف الزركونيوم، بتكون قوتها عالية جدا 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 وخرافية. لما كنت بتتكلم عن هذا القوة، يعني هم بدأوا 600 و700 ميجا باسكال ووصلوا، يعني عندنا مثلا في اليمن أنا شفت معامل يعني مع يعني البلوكات اللي عندهم تقريبا قوتهم وصلوا في اليمن إلى 1250 ميجا باسكال. يعني إذا تكلمت على الإيماكس 500-400 ميجا باسكال، هذا ثلاث أضعاف التلبيس اللي قبلها، وأقوى من السم بأربع أضعاف خمس أضعاف، عندها قوة عالية. بس ماذا افتقرت هذا النوع من السيراميك؟ افتقرت إلى الشكل الجمالي. عشان كذا إذا جاء مريض وهو حب يستخدمها، مثلا لو افترضنا أنه حتشوفه في منتديات أو في إعلانات في الفيسبوك يقول لك أنا عملت أنتيرير، كيف حيكون الشكل الجمالي؟ الشكل الجمالي لو أنا نويت أسويها زركونيا، أنا ممكن أستخدم زركونيا في الأمام. بس في أي حالة، ميزة الزركونيا في الأمام أنه لو أنا جالي مريض عنده ستينينج عالي، لون غامق الأنتيرير، لو استخدمت النوع اللي هي تكلمت عنه هذا الإيماكس، ممكن يشف، ممكن يعكس اللون اللي تحته السن الغامق، وهذا يعتبر حاجة مش كويسة في الأستاتيك. لكن الزركون هو أبيض صح، ما بش عنده شفافية، لو حطيتها كلها زركون في السن في السنترال مثلا اللي هو ستينك، هيغطي اللون اللي قبله اللي تحته عفوا، هيغطي اللون الغامق حق السن المحضر، بس مش هتكون نفس السن اللي جنبها من ناحية الشفافية. فايش بيسوي العلماء؟ بيجي يسوي كور، أو بيعمل الجزء الأولي زركونيوم في السنترال، الجزء الأولي زي ما يشوف الميتال سيراميك بيعمل ميتال بعد يغطيها بسيراميك، هذا بيعمل زركونيوم ويغطيها بعد بخزف. ما نوع الخزف؟ قد يكون الخزف الخارجي يا أما من هذا النوع إيماكس بحكم عنده شفافية، وإذا حب المريض شفافية أعلى بيستخدم كمان جلاس سيراميك عشان يجيب، بس يعملها كم؟ ربع السن تقريبا أو ثلث السن تقريبا جلاس، وثلثينها زركون. عشان كذا يقول لك لو عملتها زركون في الأمام مش هتعملها كلها زركون، هتعملها ثلثينها تقريبا زركون وثلث بيكون جلاس سيراميك. هذا طبعا تصنيف على حسب الماتيريالز.
نجي على آخر شيء نتكلم عنه الأسبوع الجاي بس كتعداد تصنيف على حسب الماتيريالز على حسب عفوا التكنيك سنتريك تكنيك سليب كاستنج تكنيك هيت بريسنج تكنيك والكت كام هذا كله هنأخذه الأسبوع الجاي نعيده كده على السريع اللي هو سنتريك تكنيك اللي هو ما هي البروسيس تكنيك في عملية تصنيف تصنيع الأوسيراميكس لسنترينج سليب كاستنج والهيت بريسنج والماشينينج تكنيك هذا كله هنأخذه إن شاء الله في المحاضرة الجاية.